هروح معاكم بقى لكرة السلة طبعا، واللي لا تقل أهمية عن كرة القدم، وكمان ما شاء الله شعبيا وجماهيريا كمان بقت موجودة دلوقتي بشكل كبير جدا. النهاردة هيبدأ دوري السوبر لرجال كرة السلة، وأول جولة من جولاته بعد ما خلصنا خلاص دوري المرتبط واللي فاز بيه نادي الاتحاد السكندري. الدوري بيشارك فيه 8 أندية، وهي الاتحاد السكندري والجزيرة والأهلي والزمالك وسموحة وكمان طلائع الجيش وسبورتنج ومصر للتأمين. الفرق الثمانية دول هيلعبوا مع بعض دوري من دورين علشان يعني إيه يترتبوا، وبعدين بقى هيلعب الأول مع الثامن، والثاني هيلعب مع السابع، والثالث هيلعب مع السادس، والرابع هيلعب مع الخامس، وده هيكون بنظام البلاي أوفز. وكمان اللي بيكسب بقى 3 ماتشات من أصل 5 بيصعد على طول يعني للدور اللي بعده. طبعا كان نادي الزمالك هو بطل الموسم اللي فات، وده كان بعد ما كسب نادي الجزيرة في النهائي بنتيجة 3-2. على ما أعتقد خلاص يعني إحنا النهاردة بنقول بقى يعني يا مسهل يعني لدوري آخر، ودوري السوبر لرجال كرة السلة بقى يعني دوري المحترفين المصري والعربي بالنسبة لي كده. ما شاء الله يا جماعة بجد، إحنا بقى عندنا كرة السلة في مصر هنا بقت حاجة محترمة جداً، بقت لا تقل أهمية عن كرة السلة في أغلبية الدوريات العالمية. إحنا بنشوف ما شاء الله عندنا كمان لعيبة متميزة جدا جدا، وكلهم أسماء مختلفة وأسماء كبار، منهم أسماء مصرية وعربية، وكمان أسماء بتيجي من دول أوروبية وكمان أوروبية وكمان دول أفريقية، محترفين هنا عندنا في معظم أنديتنا المصرية. وعلى ما أعتقد برضو لحد دلوقتي محدش عارف بقى مين اللي هيفوز، يعني الزمالك فاز بيها السنة اللي فاتت، هل يا ترى برضه هيكمل مسيرته للمرة التانية على التوالي ولا لا، ولا بقى الاتحاد ولا سبورتنج ولا الاهلي ولا كلها طبعا ماتشات هتكون اقوى من بعضها، واحنا منتظرين جدا. وانا عن نفسي بتابع كل الماتشات بتاعة دوري كرة السلة ايا كانت بقى نوع البطولة ايه.